صباح الأنوار، صباح مشمس. اليوم الأخير في هاد الإقامة. السيد قال لي ما كاينش، غادي ندير شي قهوة من بعد الجمع، يمكن ناكلها برا من بعد نجمع ونمشي إن شاء الله. نسد لي الدار ونمشي. شو جميل، خلى لي واحد الكلمة. الله، وكتبها بالفرنسية. ميرسي دتر ايسي، جون اي اون بيل، بون فواياج. الله الله الله، وعرفني تنكتب بلا سي توش. والله الا سي توش، عرفني لونجليزي ديالي القياس، ترجمها بالفرنسية وكتبها. واه عجيب. وديما تيقترح عليا اجي هناك، واش بغيت تاكل هادي، واش بغيت تاكل هادي، اجي نصايب لك هادي. واحد الطرافه فات القياس، صراحه فات القياس. انا ندير قهوه نشوف واش كاين هنا شي. وي كاين واحد طويله برا، طبيعه هادي الفرصه نديروها نفطروا برا. من البساطة هذا الناس 2018 صور ديال جوجل مابس ونفس السيارة بقى عنده مرسيدس، وهذا موديل غادي يكون ديال 98 ولا 2000. البساطة عجيبة جدا. ودابا راه خلى الطوموبيل ومشى في المترو، حين تيبقى في المدن الكبيرة احسن وسيلة للتنقل، اما وسائل النقل العمومي ولا الدراجة. والسيارة غالبا هي كاينة، ولكن الا بغيت تنقل بعيد ولا يحمل شي اثقال. ولا عنده جوج شجرات في الحديقة، وش هادي ديال التفاح طايب. واش معليش اقبلوا هادي تبارك الله ديال الشهدية. اللهم بارك اللهم بارك، عجيب جدا. كل شي واحد ديال البارح ما فيهمش لي بيستيسيد، شي ادوية ولا بتاتا. عجيب. حان موعد الانطلاق. نسى هاد الورقة اللي خلى ليا. لبست الصباط، سرت باش نسد ليه الباب. وقال لي نخليه ليه في لاباط على الاخر. لاباط على الاخر محلول حيت مستوى الثقة. لاباط على الاخر محلولة حيت مستوى الثقة عالي. صراحة واحد الإقامة عجيبة جدا. غالبا ما السفر تترك بصمة، اكيد هو مدرسة الحياة، ولكن كل سفر ومستوى ديك البصمة اللي تيخلي. حنا كي تندخلو للسفر ماشي حنا كي تنخرجو منه، ولكن السفر اللي تندخلو ليه راه بحال تسجل في اموديول في مجزوءة. خصك تستافد من التعلم ديالك بالشكل الاكبر. انا والله الا وليت نحترم الفولفو، كيفاش دوله بدعات. واه رائع جدا. ما تعرف يمكن من بعد ندير شي فولفو. يمكن جو رائع جدا. على عجيب. ريزيرفيت انا الفول باش يكون رخيص، تا ريزيرفي قبل تقريبا شي 20 يوم باش ريزيرفيتو. ما كاينش الضغط بزاف شهر السعود على لي فول لستوكهولم. وقبل اسبوع تقريبا من السفر في التوقعات كانت الشتاء، 3 ايام اللي بغيت نسافر فيها.
وديك الساعه باقي ما ريزيرفيتش ليبرجمون في اير بي ان بي، وتنقول واش نمشي واش بدا داك التردد عادي تساؤلات. وانا نقول شوف عرفتي شحال من سنوات صراحه وانا تنقول غادي نبرمج رحله لاحدى دول الشمال، قلت هذه هي الفرصه. وشوف سبحان الله العظيم التوقع كانت الشتاء والجو مشمس، كنا انا لابسكم ولكن بزاف هما لابسين نفسكم، ريحين التقلبات هنا فاش يكون عندك البرد بزاف الا سخن شويه راه تولي بان لك سخون الحال، حنا نحتاطوا. ولكن جميل هذا فاش تعزم على شي حاجه واخا كانوا دوك كاين شي متغيرات ما تتحكمش فيهم طبيعه الحال، ولكن انت الا كانت الشتاء غادي دوز ديك التجربه بالشتاء ماشي بحال التجربه الا ما كانت الشتاء. والله الا لا اخفيكم واحد الارتياح مع الطبيعه انا عجيب عجيب. واه تنحتاجوا احيانا نخرجوا للطبيعه نبعدوا على الصخب والضوضاء معاش. وانا كنمر هنا على السكه ديال الترامواي ديما كاينه المره الاولى تكون صعيبه، الانتباه تيكون كبار ومستوى التعلم حتى هو تيكون كبر. وفي هذا التنقل هذا في الاول انتباه للترام اش من ترام واش من وجهه والجي بي اس باش تعرف. دابا هذه المره الرابعه تقريبا اللي تناخذ الطريق صافي ما محتاجش الجي بي اس، وحتى في الترام عرفت الوجهه وعرفت المحطه. احيانا هذه توقع لكم غالبا لا وقعت لكم فاش تكون شي وسيله تنقل وانت ما عرفتيش تولي الانتباه ولا تي واش قرب واش وصل، رغم انه في وسائل التنقل راه كي هنا كيكون لي زاغي دوك الوقفات باينين والافيشاج نيميريك واضح خصك غير تنتبه ليهم. كتشوف الاخرين في التليفون وما حاسبين راه من بعد راه بلاتي من بعد هادي وانت منتبه هادوك راه في هذيك الوتيره التعلم كتكون عندك قويه جدا كتبحث على ذاك التوازن. فاش تلقى التوازن ها هو اليوم الثالث بالنسبه ليا صافي. وباش ما تنقلتي وهذا هو الجميل في السفر كتعاود تعلم في بليصات اخرين حتى تولي عندك واحد المستوى ديال التنسيق وديال الادماج ديال داكشي اللي تعلمتيه التركيب، وكتولي عندك القدره باش تواجه شي وضعيات اللي مركبه وتتخلق لك اشكال. وصلت لاكار ديال سونترال كبيره، لاكار هنا واحد الرواق فني. تنقلب عليه ونوريكم. و بحال شي انفاق تحت الارض واش عرفتي هاد لاكار شحال كبير، هو اللي طرت فيه من البارح عرفتي هاتي ديرو على داكشي ديال لي زيغوبور يسرعوا المشي. او رائع جدا، اكثر من 90 محطه ديكوري مزينه، اكثر من 90 محطه مزينه في اكبر رواق فني في العالم. وهذا في الاصل في اقتصاد في الاسمنت تيتحفر تكون واحد الطبقه خفيفه ومن بعد تزين. نطلع نقلب على واحد اخر، هاد لاكار سونترال فيها بزاف عرفتي بحال شي شبكه تاع عنكبوت وناس حافرين بحال هذا بعيد 25 متر على سطح الارض. واو الطاج الاول هاد الدروج الاخرين واه الشساعة. القطار موربي سنتروم يلا الخلاوات عرفتي شحال من باب هنا كاين واحد هنا
ونزل هنا وغادي نزل اخرى. والله الا باقي تنقلب ما حسبش شحال المونتاج، ولكن بعدا واحد اربعة ولا خمسة كاينين. ديك المرة تلفت الفوق في سطح الارض، دابا تلفت لتحت. وين الخروج سهل، دابا تنقلب على هذوك الديكوراسيون اللي شفت في الصور. واحد المخطط تقريبي كاين خمسة في الطوابق، واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة حركت خمسة، ولكن والله إلا بزاف. واحد الجمالية في التزيين عجيبة. ساعة تقريبا وأنا تنظر، لأكيد راه ما شفتش كل شيء. عدد سكان ستوكهولم 2 مليون، مليون منهم تيستعملوا يوميا المترو. عاد النسبة الأخرى اللي تستعمل وسائل التنقل العمومية الأخرى، والنسبة اللي قلنا تقريبا الثلث تستعملوا الدراجات العادية. إذا السيارة راه غير عملية بتاتا في هذه العاصمة. 110 كيلومتر ديال سكك المترو كلهم تيتجمعوا في المحطة الرئيسية اللي فيها، عاود حسب مزيان، ربعة الطوابق، جوج ثلاثة أربعة، وعاد لي زيتاج ديال بوغلاكسي. صراحة شخصيا هادي أكبر محطة طرقية إلا بغينا نقولوا اللي استعملت فيها وسائل النقل. هادشي راه جامعة هادو المترو، شبكة المترو، لاكسي ديريكت لي تران، المحطة ديال الترانة كاينة تما نيت، عاد المحطة الطرقية ديال لي بيس. خرجت هنا راه واقيلا باقي ما خرجتش، ولكن كاين واحد البلاصة ديال التشماش، ولا عندهم الشمس راه تكون عندهم ساعة مبروكة. وقفت انا نتشمش ونتسارح وحدايا هنا واحد البابي فوت، اكبر واحد اللي شت على الاطلاق. عجيب، ما عمرني شفتو بهذا الطول. شو بابي فوت شحال قداش؟ هذا محل ديال اش اند ام، بدات من السويد وغزات العالم. هذا الاواني المنزليه، وهي فاش بدات بالملابس، راه هو المكازان اون فاس. شحال ديال الدراجات وفين ما مشيت، يعني ما عمرني شفت هذا الكم الهائل من المواقف ديال الدراجات وممتلئه بهذا الشكل. وليتات بالاداء، وتا هما بلاكات. نخلص التليفون. عجيب ما تخلصاش ليا. جيت لواحد المطعم، خديت واحد لا سوب مشهورة عندهم هنا، دو بواسون و سلادة فولونتي. النشاط الحيوي، سوب ديال المعقول، شي شحال فيها ديال الحوت. تيسولو الناس بزاف على الأثمنة، هذا 135 كرونة تقريبا، غتكون شي 11 أورو ونص. والطبق ديال البارح ديال الكباب كان ب 100 ليرة تقريبا، 100 كرونة، 8 أورو ونص. صراحة غدا رائع، اون سوب تقول واش غادي تشبعك، ولكن عامره كاينه لا كاليتي. تنبني في اختيار المطاعم على لي زافيس سور جوجل، تندخل لومبلاسمون ديالها في جوجل وتيطلعوا لي زافي، ونجمات راه على خمسة. الا فات ربعة راه تكون مزيانه. شحال زينه تكون ما تاكل السكر و تي تو في بليزير مره. وانا عزيز عليا باكلافا الى عفات تركيا، تنقولها بحلاوه في المغرب. مره اون سو في بليزير. هذا هو الديسير الاستثنائي.
لكن الماكله دابا من بعد حتى الليل ماكله واحده اللي بقات. تحياتي. باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف نقطعوه هنا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الاخير. تجربه غنيه جدا والقادم غادي تشوفوه رائع للغايه. تبارك الله عليكم. تحياتي. نلتقي دائما لنرتقي النشاط والحيويه.